متعلم. لا احد يقول ذا الكلام. انت نصاب، انت التعليقات يكتبوا لي نصاب. انا نصاب؟ هم ما يكتبوا لي. عيب عيب الشرع عيب ما عليه، الشرح على اللي العب مع واحده فيها انفصام شخصيه. الحين قاعد اتكلم معك من اليوم تقولين انت نصاب، يقولون هالكومنت صدقتيهم يعني صح؟ لا انا ماشي، انا ماشي، انا ماشي، انا الشرح مو بعد الشرح على العلم. انا جاي انتوا النصابين، انتوا اللي التعليقات نصابين. اي كفو عليك. ايوه هذا البنت اللي لست شخصيه جدا. الحين انت طلع لست شخصيه وطلع لست ان انت انسانه ذكيه وانسانه، بس تسمعيني افتكي من اللي اسمه ملاحي هذا، لا تقربينه ولا تجين حوله. افتك من اسمه ملاحي العاد، انت ليش تدخل ويا لايف؟ ها انت افتك مني. انا اقول لك حلو 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 كلامك حلو. ليش انا ادخل مع ملاحي؟ ايه تدرين ملاحي انا عالجه عند دكتور نفساني موجود عندنا في بعدين. حتى غريبه اصلا انسان مثله مشهور وانسان تكفى. انا لازم امشي والله العظيم، ما توقعت اصلا واحد مشهور يقول الكلام هذا، الكلمه اللي هو قالها صراحه. هذا ياثر على المجتمع وياثر على الناس الموجوده. غريبه اصلا يقول ذا الكلام. مين ايش قال؟ قال كلام والله ما ينقال اصلا. كيف شركه التيك توك مخلينه؟ ايش قال؟ يا اخي ملاح ملاح اخذنا رايح جاي. احنا كفو كفو. دقيقه بس انا ادنس. نصاب سعودي. دقيقة دقيقة. أعطيني شوي وجيز. يلا باي باي. والله أنا خفت. ملاح ملاح أخذنا رايح جاي. سنين إحنا كفو كفو. دقيقة بس أنا أدنس. نصاب سعودي. دقيقة دقيقة. أعطيني شوي وجيز. يلا باي باي. والله أنا خفت. ما قلت خلاص ناشبه هنا، ما عاد أدري وش أسوي. دقيقة. لا تكفى. الله يرحمك أخوي اللي ما جبته أمي. أنا خايف على مصلحتك أبيك، أنا خايف عليك تجيب العيد حبيبي. أريح لك. بسم الله عليك. الحمد لله. لا 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 حلو. الحمام جاء الحمام، طار الحمام جاء الحمام. نرجع نكمل اللسلسة. أهلين. أهلين. أخبارك؟ بإذا كان عندك باللايف يدعمك وكتب عندي بالتعليقات سعود نصاب، عملت لك سكرين أنا مدبعت لك. وش اسمه؟ ما أدري نسيته. وات يعني من هو؟ وش اسمه؟ وش قلتي لي اسمه؟ أنا مقبر. تصدق داعم عندك؟ داعم عندك؟ داعم عندك كان يدعمك؟ أنا شفته يدعمك. يدعمك وهاي بعدين جاء عندي بالله يقول لي سعود نصاب. قلت له عيب 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 وطيته بلوك. كفو والله. فكيهم اصلا بلوك، فكيهم بلوك اصلا ما يحتاج اصلا هذه. بس عن اذنك اسمعيني، استانسي في بثس وانبسطي. وانا والله الا الامانه اصلا ابشر يعني شكرا لشركه التيك توك انهم اتخذوا القرار الكويس. شركة التيك توك اصلا ما في احد حضر الا انه غلطان. راح يعطوني حظر؟ راح وخلاص ودع الملاعب. من اعطاه حظر؟
الإنسان اللي قبل شوي لعبنا معه أوف. على العموم استانسي مع ربعك وأنا راح إن شاء الله يكون بيننا تحدي. باي. نصاب نصاب سعود النصاب سجل صوتي ملاحة أحسن منك ملاحة زين. قلتي ملاحي زين ما قلتي ملاحي زين. خلاص يا حبيبتي فاتس القطار. ملاحي زين ملاحي زين ملاحي زين. روحي روحي. لا عشان أنا ما حكيت شيء عشان تقولي. أقول انقلعي بس. خليني أدق عليه. أنا الضب. اهلين اخوي اخبار